اهلا بيكم طلاب برايمري 5، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي هنبتدي نشرح مع بعض منهج شهر نوفمبر، او مش المنهج، هنشوف الامتحان، الجزء اللي داخل في الامتحان، وهنحل عليه موديل اكزام. اول كونسبت معانا كونسبت 3 في يونت 1، كونسبت 3 في يونت 1 تشينج ان فود ويب. تشينج ان فود ويب بيتكلم عن ايه الكونسبت ده؟ هنشوف الفود ويب اللي احنا قعدنا ندرسها في الكونسبت اللي فات امتى او ازاي يحصل لها تشينج. اول حاجه بروتكت ايكو سيستم، ايه الاكتيفيتي او الحاجات اللي بتاثر على المارين هابيتات؟ ايه الحاجات اللي بتاثر على المارين ايه هابيتات؟ الاوفر فيشنج والووتر بوليوشن. الاوفر فيشنج، الاوفر فيشنج ان احنا نفضل نعمل كاتش او نقعد نصطاد فيش كتير، فيبتدي ان الفيش دوت يحصل ايه؟ يحصل له اكستنشنز، يعني ينقرض ويخلص، يبقى ده الاوفر فيشنج. الاوفر ايه فيشنج. جت ايلاند اسمها بلاو، بلاو ايلاند دي مارين انفايرمنت، دي ايلاند عندها مارين كتير. بدأت تحط رولز عشان بروتكت المارين انفايرمنت دي. البيبل ان بالاو كنترول هيومن اكتيفيتي، تمام؟ ما بيفضلوا الووتر بوليوشن، بيبتدوا ان هم يمنعوا من ايه؟ هو بيجي من ايه؟ ان احنا throw waste material in river، يبقى هم هيمنعوا throw waste material into ocean or sea. طيب الفيش مان ماست نوت اوفر فيشنج، الفيش مان او الفيشر مان ماست نوت اوفر فيشنج ذا كورال ريف، تمام؟ يبقى هيبتدوا ان هم يمنعوا الووتر بوليوشن والاوفر فيشنج عشان يحافظوا على المارين انفايرمنت بتاعتهم. طب اللي تشينج ده ممكن يعمل ايه؟ تعالوا كده نشوف كام اكزامبل. لو انا عندي ديزرت، عندي ايه؟ ديزرت. تعالوا نشوف كام حاجه وهيحصل تشينج ازاي. لو الديزرت دي حصل لها gently rain in the desert، حصل gently a rain، the desert ecosystem may improve، هيبتدي يحصل له improve، هيتحسن ليه؟ because rain water will feed the plant، ال rain water هتعمل feeding لل plant، وساعتها ال living organism هم كمان هيزيدوا، ال plant هيحصل لها increase اللي هم ال producers، وهيبتدوا بقية ال animals ييجوا في المنطقة دي. طب لو مش gently rain بقى، حصل heavy rain، heavy rain هتدمر الدنيا، تعمل harmed، هتعمل ايه؟ harmed. ليه؟ because the water of heavy rain will cause flooding، هتعمل فيضانات، flooding. there is drought، ايه بقى اللي حصل؟ ولا heavy rain ولا gently rain، ما حصلش rain اصلا، حصل drought، حصل جفاف، هيحصل destroyed، هيحصل ايه؟ destroyed because the plant will die and also the organism will die. طبعا طالما ال producer die اكيد الباقي هيحصل لهم dying. There are many top predator in food web. لو في many top predator، مين هم التوب بريديتور؟ اللي هم اللايون، الشارك، الكروكودايلز، الحاجات اللي هم ما حدش بيقدر عليهم زي ما بيقولوا. ساعتها الفود ويب هيحصل لها هارم. ليه؟ because the top predator will eat all the organism. top predator eat all organism. تعالوا كده عندنا ده small food web. الالجي بروديوسر، الالجي ده عبارة عن ايه؟ producers. الالجي producers، بس producers فين؟ في المارين. البروديوسر الزوبلانكتون والكلام والسي اوركيان feed on algae، هما كلهم بياكلوا ايه؟ الالجي. الكلام والزوبلانكتون والاي والسي اوركيان. السي ستار feed on clam، سي ستار feed on clam، يبقى لو الكلام ده انتهى السي ستار هتتأثر. والكورال feed on zooplankton، الكورال feed on zooplankton، تمام. البادري فيش and tiger fish، التريجر فيش feed on coral، التريجر فيش ومين تاني؟ البترفلاي فيش اهي بي feed on a coral، تمام. البارود فيش feed on coral and sea orchid، البارود فيش ديت sea on sea orchid والايه والكورال. في الاخر هيجي الشارك، الشارك هنا ده التوب بريديتور، الشارك هنا توب بريديتور، هياكل السي ستار والباتر فلاي فيش والترايجر فيش والباروت فيش. يبقى in the ecosystem the sun produce energy that the plant take، then this energy transfer to consumer that when they die the decomposers break them down into neutrons that can be returned to the ecosystem. يبقى احنا البروديوسر بياخدوا الانرجي من الصن، وكل ما حد بياكل living organism تاني بياخد الانرجي دي منه.
البوبوليشن تشينج. طب ايه الحاجات دي كلها؟ دي كلها اكتيفيتيز بتبتدي تعرفنا الكونسبت اللي احنا اصلا عارفينه، وان كل عندنا البروديوسر، مين اللي بياكله، البرايمري كونسيومر، بعد كده السكندري، بعد كده التيرشري، بعد كده يجي الديكومبوزرز يعمل فيد اون عليهم كلهم. طب ايه البوبوليشن تشينج؟ البوبوليشن اتس ذا نمبر اوف اورجانيزم of one type species living in an area. احنا عندنا group of species، يعني ايه؟ شوية قطط، شوية كلاب، شوية كل number of organism هم كلهم في one species، يعني مثلا مجموعة الاسود هم ال same species، تمام؟ دول اسمهم ايه؟ population. دول اسمهم ايه؟ population. ممكن population change in population يعمل effect على another population او another species، وممكن ال species التاني ده بعيد عنه خالص. زي ايه؟ عندنا ال microorganism. ال microorganism تاني organism can't be seen in our eyes، can't be seen in our eye. microorganism make their own food، make their own food. يبقى هي ايه؟ هي producers، هي ايه؟ producers. عندنا مين اللي بايد او بياكل المايكرو اورجانزم؟ السمول فيش او الزو بلانكتون. السمول فيش او الزو بلانكتون. يبقى السمول فيش ايت مايكرو اورجانزم. هنيجي لسي بيردز. السي بيردز دول بيلد ذير نيستس اون ذا توب اوف ماونتن كليفت، يعني هم بيبنوا العش بتاعهم على الماونتن كليفت. هم بيعملوا ايه؟ فيد اون سمول فيش. طب لو حصل مشكله في المايكرو اورجانزم الفيش مش هياكله، يبقى ساعتها السي بيرد هم اللي هيتاثروا. السي بيرد هم اللي ايه؟ اللي هيتاثروا. يبقى الكلايمت تشينج افكت ذا بوبوليشن اوف سبيشيز. يبقى ايه اللي هياثر لي على المايكرو اورجانزم؟ الكلايمت تشينج. لما الكلايمت تشينج سيتابل البوبوليشن يحصل لها انكريز، انما لما الكلايمت تشينج يبقى ان سيتابل، يبقى مثلا جو هوت مثلا او كولد قوي فهم ما يستحملوش، ساعتها هيحصل مشكله او ديكريز في البوبوليشن. habitat loss. habitat loss ان انا هيبقى في habitat معين في بعض living organism يحصل لهم يخسروا المكان بتاعهم، يحصل فيه damage، فساعتها مش هيلاقوا مكان يقعدوا فيه. ايه الحاجات اللي بتسبب لي habitat loss؟ زي human activity. human activity زي ايه؟ building up more building and roads, throwing waste material in water, overfishing in a sea and ocean. in sea and a ocean. يبقى كل التشينج دول بيأثروا لي على الهابيتات. طب تعال ناخد اكزامبل كده على هابيتات. الهابيتات الكورال ريفز. الكورال ريفز هو عبارة عن ايه؟ اللي هي الشعب المرجانية اللي هي ملونة دي. هي في الحقيقة سوفت. هي في الحقيقة ايه؟ سوفت. الكورال ريف بتبقى مهمة most diverse and valuable ecosystem on earth. يبقى هي most diverse and valuable ecosystem. A coral reefs important habitat for living organism as coral reefs provide food and shelter large number of fish. يبقى هي بتدي الفود والشلتر ل many type of living organism. Important in tourism where people travel to coral reefs for fishing or diving. يبقى هي مهمة كمان للسياحة. ايه اللي بيحصل؟ خلي بالنا ان الكورالز ذات نفسه هو عبارة عن مارين، سمول مارين. الكورال ريفز بقى ده الهاوس بتاعه، هو بيعيش في الكورال ريفز. ايه اللي بيحصل لما بيحصل في المارين انفايرمنت؟ بيحصل له بوليوشن، بيحصل حاجة اسمها كورال بليتشنج. الكورال اللي بيديله الكالر بتاعه هي الالجي اللي موجودة فيه. في الجي عايشة في التشو بتاعته. ساعتها لما بيحصل مشكلة او الهيت تحصل لها increase، ساعتها turn هي بتحصل لها die، فهيرجع الكورال للونه الاصلي اللي هو الوايت، اللي هو الايه؟ الوايت. وساعتها living organism اللي عايشين فيها مش هيلاقوا مكان يعيشوا فيه وهيسيبوها ويمشوا. يبقى destroying of coral leaf cause ايه؟ الفيش and other marine organism that depend on coral leaf for food and shelter may die or move to another habitat. People that depend on coral leaf and fish for food will be negatively affected. تمام؟ البلاستيك بوليوشن. احنا البلاستيك اللي بنرميه في المياه ده بيأثر لي على الليفينج اورجانيزم. زي ايه؟ زي التيرتلز. السي تيرتلز هي فيد اون جيلي فيش، فيد اون جيلي فيش. طب هي ما عندهاش مايند، ما عندهاش عقل تفكر، فهي بتفتكر ان البلاستيك ده جيلي فيش فبتاكله ويبتدي يعمل لها هارمفول افكت.
يبقى ال sea turtle can differentiate between jellyfish and piece of a plastic. Therefore, sea turtle eat a lot of plastic things it's the jellyfish. How coral get harmed by feeding on plastic? احنا دلوقتي فكرنا، بدأوا يفكروا يقولوا البلاستيك خلاص احنا نقطعه صغنن جدا جدا جدا، وهيبتدي لما التورتل ما تقدرش انها تشوفه. ساعتها بقى قطعوه صغير بقى شبه المايكرو اورجانيزم. مين اللي فيد اون مايكرو اورجانيزم؟ السمول فيش والكورال ليفز. ساعتها بقى اسمه مايكرو بلاستيك. اسمه ايه؟ مايكرو بلاستيك. المايكرو بلاستيك ده مين اللي بفيد اون مايكرو بلاستيك؟ الكورال ليفز. الكورال بتعمل زي فلترز، بتعمل ايه فلترز؟ بتعمل فلترز للووتر، فساعتها بتاخد معاها المايكرو بلاستيك ديت وبتعمل دامج. بتعمل ايه دامج؟ الهابيتات ريستوريشن. احنا دمرنا الهابيتات، احنا عايزين بقى نرجع نعمل لها ريستوريشن، نجددها تاني. يعني ايه هابيتات ريستوريشن؟ بروسيس اوف ريتيرنينج هابيتات باك to its natural state before harm was done. يبقى احنا هنبتدي نرجع الهابيتات تاني للناتشرال ستيت بتاعتهم. زي ايه؟ rebuilding coral leaves. rebuilding coral leaves. one example restoration habitat is coral leaf rehabilitation project. rehabilitation ايه project؟ ده project بدأوا ان هما الاماكن اللي الكورال ليف اتدمر فيها هنبتدي ان احنا نرجع نبنيها من اول وجديد. The scientists collect small part of different coral leaf. هم جمعوا شويه اطفال صغيرين من الكورال ليف حطوهم في مكان اسمه nursery. في مكان اسمه ايه؟ النيرسري. يبقى النيرسري area in the sea or ocean where scientists take care of a small piece of coral until it grow. وساعتها بيبتدي الكورال ليفز المكان دوت لما بيكبر بيبتدوا يودوه للمكان بتاعهم من تاني بعد ما يكون نظف ويبتدوا يبنوه من اول وجديد. طبعا في ايجيبت بنبتدي ان احنا نناشد بحاجه اسمها زيرو بلاستكس. زيرو ايه بلاستكس؟ ده بنبتدي نناشد ان ما يبقاش فيه بلاستيك، لان البلاستيك ده لما بنرميه بيعمل مشاكل. احنا كده خلصنا، هنحل موديل اكزام. All following factor pollute the water except الحاجة اللي ما بتعملش polluting the water is sunlight. In food chain the energy transfer في food chain energy transfer from consumer to producer من ال consumer لل producer لا طبعا from producer predator to producer من ال predator لل producer أكيد لا طبعا من ال predator لل prey لا from prey to predator صح يبقى هي بتتنقل من البري للايه للبريديتور. السي بيرد بيلد ذير نست اون ذا ويست سيرفيس داون تبقى اون ذا توب اوف ذا ماونتن كليفز اون ذا توب اوف ماونتن اي كليفز از ريزلت اوف كورال ليفز بليتشينج الكورال ويل داي كورال ويل ايه داي. وات هابن ذا نمبر اوف سكندري كونسيومر ان ذا ايكوسيستم ديكريز. لما السكندري كونسيومر هيحصل له ديكريز ايه اللي هيحصل؟ اولا البرايمري كونسيومر هيحصل له انكريز، دي اجابه. بعد ما البرايمري كونسيومر يحصل له انكريز ساعتها البروديوسرز هيحصل لها ديكريز. ليه؟ عشان البرايمري كونسيومر هيعمل ايد لكل البروديوسرز. تمام. الترو فولس بيبل كان ريسايكل بلاستيك برودكت انستد of throwing them in the sea. هو احنا نقدر نعمل recycling plastic لما نرميه في السي؟ اكيد الاجابة false. microorganisms that live in water increase when the water become warmer. الميكروorganism هيعيشوا لما water become warmer؟ اكيد false. some marine organisms depend on coral reef for food and shelter. true. Tigers are considered as top predator in marine food chain. التايجر في المارين فود تشين؟ اكيد الاجابه false. Give reason coral bleaching happen when the water temperature raised. ليه الكورال بليتشينج؟ because the algae will die. الالجي دي live inside the coral tissue. algae live in the coral tissue. طيب right scientific term it an area of sea where scientists take care of small species. دي اسمها النيرسري. small
small piece of plastic incised in microplastic. It's the number of organisms of one type of species that population. It's harm that happened to the water, water pollution. The harm happened, water pollution. Correct. Due to the rising of water temperature, coral leaf turn completely into white. Coral leaf completely into white. يبقى مش green, يبقى ايه؟ White. If the number of secondary consumer increase, the amount of producers in the ecosystem will decrease. ده السؤال، شايفين ده إجابة السؤال اللي فوق اللي هو بتاع what happened. إجابته إيه؟ يبقى ساعتها number of primary consumer مش secondary consumer. concept معانا في الامتحان concept 2 concept 1 في unit 2 concept 1 في unit A 2 بيتكلم عن الإيه؟ عن المطر. أنا عندي المطر، يعني إيه مطر؟ anything that has mass and take up space. anything has mass and take up space. والسبيس ده عبارة عن إيه؟ السبيس ده الفوليوم. يبقى إيه هو الفوليوم؟ السبيس take by object. المطر دي عندي 3 state، عندي solid، عندي liquid، عندي gas. معناته كده أي حاجة حوالينا هي مطر، أي حاجة solid مطر، أي حاجة liquid مطر، أي حاجة gas، الاير اللي حوالينا oxygen، carbon dioxide، water vapor، كل ده إيه؟ مطر. يبقى انا عندي الستيت اوف ووتر، احنا عندنا اكزامبل للووتر. الووتر ممكن تبقى سوليد زي الايس، ممكن تبقى ليكويد زي الووتر، ممكن تبقى جاز زي الستيم. يبقى دي الستيت اوف ايه؟ اوف ماتر اللي هي الووتر. طيب نعرف ايه تاني عن الماتر؟ السوليد هاف فينايت فيكسد فوليوم اند شيب، فيكسد فوليوم اند شيب. انما الليكويد، انا دلوقتي الليكويد عنده ديفينايت فوليوم but they don't have definite shape. ازاي؟ هو عنده definite volume. definite ايه؟ volume يعني fixed volume. يعني انا دلوقتي لو عندي كوباية مية فيها حبة water، حبة ايه؟ water. يبقى ده الفوليوم بتاعها. لو انا دلقتها على الارض، هل الوتر دي تحصلها increase او decrease؟ هي هتبقى زي ما هي، بس هي بس هتاخد shape تاني. يبقى هي definite volume but don't have definite shape. يعني لو حطيتها في ازازة زي كوباية زي، هتاخد الشيب بتاع ايه؟ الحاجة الكونتينر اللي هي فيه. انما الجاز، الجاز have no definite volume and shape، ولا عنده volume ولا shape definite. يبقى الاتنين unfixed، الاتنين ايه؟ unfixed. طب انا عندي الماتر، اقدر ان انا اعمل لها فيلينج، اقدر ان احس بيها زي الاير، اقدر سيت زي البول، اقدر سميلت زي الفلاور. اي ماتر بتتكون من تاني ثينجز اسمها بارتكلز. تاني ثينج اسمها ايه؟ بارتكلز. في الحاله السوليد البارتكلز دي هولد توجذر فيري كلوز تو ايتش اذر، بتبقى ماسكه في بعضها كده قوي قوي، وبتبقى مقربه من بعضها قوي. هاف ليس انرجي، move only little bit. يعني هي vibrate in its in its place، vibrate in its place، تحرك في مكانها. الليكويد have more space، have more energy، they can move more freely، تقدر تتحرك free اكتر، يعني عندها energy اكتر من ايه؟ من السوليد. الجاز بقى عندها have a lot of energy، يبقى have a lot of space، و they move very freely، very ايه؟ freely. انا اقدر المتر اعمل لها ايه؟ اعمل لها ميجرينج. اعمل لها ايه؟ ميجرينج. زي ايه؟ اقدر اعمل ميجر لينس بالميجرينج تاب او الرولر، ميجرينج تاب او الرولر. اقدر اعمل ميجرينج للماس بالايه؟ بالبالانس. ميجرينج، اعمل ميجرينج للماس بالبالانس. اعمل ميجرينج للتمبريتشر بالثيرموميتر، اقدر اعمل ميجرينج للتمبريتشر بالثيرموميتر. انا المتر تشينج فروم وان فورم تو انذر by heating، by a heating or freezing. اقدر احولها من solid لليكويد بالملت، ومن liquid لسوليد بالفريزنج. البارتكلز اوف ماتر، انا اي كان سي ذا بارتكلز اوف ماتر باي مايكروسكوب، باي اي مايكروسكوب. السوليد البارتكلز السوليد زي ما احنا شايفين وقلنا arranged يعني مترتبه مع بعضها. solid keep their shape when they vibrate or move around their place. These particles are held together. They held a together. أهم حاجة can't slide over each other. Can't slide over each other. عشان كده واخدة مكانها، يعني متزحلقوش من فوق بعضي. إنما الليكويد، الليكويد
move faster than particles can slide from each other can slide over each other. إنما الغازز move very quickly, they can spread out to fill up any container. هي ممكن ان هم يتحركوا ويملوا اي كونتينر، يعني هم لو هم ثلاثة مثلا انا حطيتهم في كونتينر هيقدروا يتحركوا في الكونتينر كله، عشان كده هياخدوا الفوليوم بتاع الكونتينر. تاني particle size، التاني particle size دي type of size of particles بيعتمد على ايه الطيب بتاعها والparticles connect with each other. تمام، the average size of particles is so tiny one of your hairs about. انا عندي الجسم بتاعي بيكون من small particles وهناخده السنة الجاية. الهير بس بتاعتي بيبقى فيها قد ايه من البارتيكل 150,000 to 300,000 particles. بنقدر سي تاني particles ده بالايه بالالكترونيك الكترون مايكروسكوب بالالكترون ايه مايكروسكوب. يبقى we can see البارتيكلز بالالكترون مايكروسكوب. انما الساينتست كانت يوز نورمال مايكروسكوب. النورمال مايكروسكوب ما بيخلوهمش يشوفوا البارتيكل ديت. المودلز يعني ايه مودلز؟ المودلز ده كوبي ذات از سيميلر تو ذا ريل. كوبي للحاجه ريل، حاجه حقيقيه. طب انا ليه بعمل لها موديل؟ بعمل لها موديل لثلاث اسباب. يا اما الحاجه دي فيري بيج عشان اعمل لها ستادينج، لا هي كبيره جدا زي الايرث مثلا، انا عشان اعمل ستادي للايرث ازاي هجيب الايرث مثلا معايا الفصل. تاني حاجه هي فيري سمول اي كانت سي ات، هي فيري سمول فانا عايز ان انا برضو اشوفها مش لازم استخدم مايكروسكوب. يا اما هي دينجرز زي الفولكان، انا عشان اعمل ستادينج للفولكان انا مش هروح اطلع على الفولكان. يبقى هي look at big things زي ال earth وزي ال solar system، small things زي ال germ زي ال germs، understand the thing work زي ال model of volcano مثلا danger، زي ال model of airplane. طبعا airplane عشان نشوف هيتعمل ازاي مش هينفع ان انا اجيبها معايا. يبقى احنا بنستخدم ال model، ونستخدم ال ايه ال model. هل احنا الماتر دي وان انا اعمل لها ميجر وان انا اعرف الستيت بتاعتها، مين اكتر حد بيستخدمها غير الساينتست؟ الشيف. الايه الشيف؟ الشيف بيستخدم، او ماما في المطبخ، طبعا ماما في المطبخ اكبر شيف. بتستخدم السوليد ماتر زي الرايس والباستا والفروزن فيجيتابلز، بتستخدم الليكويد زي الووتر والاويل والفينجر، بتستخدم الجاز اللي هو الناتشرال جاز اللي بتولع بيه، والستيم بتاع البويلينج ووتر. بنعمل ايه؟ الشيف boiling some water to cook pasta. يبقى احنا عرفنا ان ال water بتقدر change from one form to another، يبقى انا ممكن اعمل لها boiling واقدر ان انا احولها لستيم. تمام، اعمل freezing للvegetables عشان اخليها دايما fresh، يبقى انا حولتها من هي فيها liquid او هي semi liquid، هي مش هي فيها شوية liquid صغيرين، اقدر اعمل لها freezing. leave a cup of juice or milk in freezer to change from liquid state into solid state. طبعا الايس كريم اللي احنا بنعمله بيبقى تشوف نسيب حاجات في الفريزر، كل ده change of matter، كل ده change of matter. كده احنا خلصنا الكونسبت التاني، نظن الكونسبت بسيط. تعالوا نحل model exam 1. iron and gold are example of iron and gold solid state. matter that takes the shape of its container but its volume can't be changed. هي بتاخد الشيب ما بتاخدش الفوليوم، هي الليكويد. any matter is made of tiny particles. tiny particles scientists can't use normal microscope to see component. give reason oil have different shape when it's placed in some containers. ليه الاويل عنده different shape؟ because the oil is liquid state. اجابه سهله وبسيطه. طب انا لو عندي في اجابه تانية تمام ممكن اكتبها. we can understand things that we can't easily see with our eye by using model. we can understand saying we can see with our eye by using model. إجابة true. steam of boiling water is considered the gas state of water. إجابة true. matter never change from one form to another. false. light and sound from forms of matter. false. light والساوند هما ملهمش ماس وملهمش فوليوم، يبقى هما مش matter.
كل ده عضوا، اويل ميلك ووتر وود. طبعا الوود عشان ده سوليد والباقي ليكويد. بلاستيك فينجر ايرون المونيوم، يبقى الفينجر عشان هو الوحيد الليكويد والباقي سوليد. رايت سيز ذا ساينتفك تيرم، ذا تول يوز تو ميجر ذا لينز، الرولر او الميجرنج تاب. الميجرنج ايه؟ تاب. طب نكمل. لينث اوف وول، اللينث اوف وول، يبقى انا هنا ما ينفعش اكتب الرولر، يبقى انا هكتب ايه؟ الميجرنج تاب. الميجرنج تاب. ذا بيلدينج يونت اوف ماتر، السمول بارتكلز، سمول ايه؟ بارتكلز. ا ديفايس يوزد تو اكزامن اوبجكت ار تو سمول تو بي سين، الميكروسكوب. ذا ستيت اوف ماتر افتر اتس هيتنج فور هاي تمبريتشر، ووتر، اعمل لها هيتنج هاي تمبريتشر تتحول لووتر فيبر. هروح كاتب ووتر فيبر واروح عامله لك الاجابه غلط. ليه غلط يا ميس؟ هقول لك عايز الستيت، يبقى ساعتها تتحول لجاز، جاز ستيت. choose from column B كربون دايكسايد، كربون دايكسايد جاز، كربون دايكسايد جاز. الساند عباره عن سوليد، الساند عباره عن ايه؟ عن سوليد. تعالوا نكمل ونحل موديل اكزامبل مره. موديل اكزامبل 2، مين ومين اكزامبل اوف سوليد ستيت؟ اكزامبل التشير والايس. ذا اماونت اوف سبيس ذات ماتر تيكس اب كولد، السبيس هو الفوليوم، السبيس هو الايه؟ الفوليوم. وان اوف ذا سبستانس ذات دازنت تيك ذا شيب اوف اتس كونتينر از، دازنت تيك ذا شيب، هي الوحيده اللي عندنا اللي هي السوليد. مين في دول سوليد؟ الكوين. المين؟ الكوين. particles of A vibrate around their place، السوليد برضو اللي هو هيبقى عندي الكلاس. what happened to the size of balloon when you blow it up، when blow it up the size will increase، size when increase. complete the following sentence. particles of A matter are very close to each other solid، يبقى particles of solid very close. Particles of A matter can slide over its other liquid. So they take the A of their container the shape of their container. The A, the shape. A model of germ help us to see its shape without using microscope. مش محتاجين نستخدم microscope. When we leave a cup of juice in freezer, it changes from liquid state into solid state. Give reasons. Scientists make models of germs to see it. بصوا number اللي give reason في number 3 to see it its shape without using microscope. يبقى شفتوا احنا الاجابه ساعات بتبقى موجوده في سؤال تاني. write scientific term device used to examine on tiny particles، تعاد التاني ده الالكترونيك مايكروسكوب. a copy that is similar to the real thing than model state of matter after freezing. After freezing solid, solid state. State of matter that has a lot of space between its parts. A lot of space ده الجهاز state. Gas state. Choose from P to A. الملك. Milk. Its particle pack tightly. Its particle have medium energy. Its particle have free, very freely. يبقى أكيد particle medium energy milk liquid. انما الاير particles move very freely. move very a freely number c. كده احنا خلصنا وحلينا 2 exam. هنبتدي نحل وهنبتدي اي حاجه مش فاهمينها ما نخافش وما نتكسفش ونبتدي نبعتها.